معنا الدكتورة داليا جلال السيد تكلم عن محاضرة بعنوان What's New in Mind Management. إن شاء الله هنلتزم بقى دلوقتي يا دكتورة داليا عشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الحقيقة أنا ممتنة جدا للدكتور علاء أستاذنا الدكتور علاء وأخويا العزيز الدكتور محمد حلمي، شكرا جزيلا لحضرتك الفرصة الحقيقة إن أنا أتكلم عن الووند النهاردة يعني. طيب الووند مانجمنت مبدئيا كده الإيفيدنس بيز ميديسن والووند وببساطة شديدة integration بين الـ best research evidence و الـ clinical expertise والـ patient values. أنا ما أقدرش أفصلهم مع بعض. الـ approach بتاعنا بيبقى عبارة عن ثلاث حاجات من دي كده الـ clinical research يا دكاترة. إحنا عندنا مشكلة وبندور لها على حل. أنا مش بخترع مشكلة عشان ألاقي لها حل. تمام؟ وده اللي احنا بنقوله يعني اذا احنا نعمل رساله ماستر او دكتوراه او نعمل ابحاث عشان ترقيه فانا عندي مشكله فعلا بدور لها على حل لكن مش بخترع مشكله. بعد كده الاوت كومز ريسيرش النتائج اللي بتطلع لنا من الابحاث طبعا كل ما اشتغلت عملي اكتر كل ما واجهتك مشاكل اكتر وحاولت تدور لها على حلول. وفي الاخر خالص الكوست افكتفنس وده بيهمنا كلنا بيهم العيان بيهم الدكتور وهكذا. طيب هو ما ينفعش اذاكر وند ثيرابي او اذاكر كل الانتيجيومنتري فيزيكال ثيرابي من غير ما يكون عندي معلومات في البيزكس بتاعت السكين اناتومي وكمان الهيستولوجي والباثولوجي والبيج اوف سكين فانكشن يكون عارف السكين ده ان هو اكبر اورجن في البودي والبيزكس بتاعت الوند هيلينج الكلاسيفيكيشن بتاعتي وهكذا. أميرة؟ أميرة؟ طيب هو المفروض البيزس بتاعي الوند هيلينج مينلي بيبقى عندي الانفلاماتوري بيز والبرولاكتيف بيز والريموتنج بيز. الدايجرام هنا شارح الموضوع بشكل كومبلكس الحقيقه مش هنكمل فيه كتير لكن بالضروره جدا جدا ان احنا نكون عارفين تفاصيله. في الاول لازم يبدا بيوريفيكيشن للسيلز بتاعتي لان اي انفكشن لازم هتعملي ديلينج للهيلينج هتاخر لي الهيلينج بشكل كبير جدا وهتخلي مهما اشتغل وفي انفكشن مش هيحصل هيلينج بشكل كويس. انا مهم عندي ان العيان يتحسن ويتحسن بسرعة مهم قوي. طيب اغلب الحالات اللي بتجيلك في العيادة بتبقى كرونيك وونز قليل جدا جدا لما بتجي حلقة لكن مني الكرونيك هو الاساس. طيب انا بركز على ايه مني رقم واحد ان انا اعالج الكوز وعشان كده ده اهمية المالتي ديسيبلينري تيم زي ما قال دكتور جورج ان احنا مش واحد اشتغل احنا تيم يعني هتلاقي عيان الووند ده بيعدي عليا بيعدي على الدكتور بتاع الدايبيتيك فوت بيعدي اللي هو ميبي دايبيتيك ووند يعني بيعدي على الدايتيشن يديله دايت مناسب يقلل الكوز اللي مسبب لي المشكله. مهم جدا يكون معاه نيرس فاهمه كويس قوي في الووند كير وهكذا فاحنا تيم مش واحد بس بيشتغل يعني. لوكال ووند كير ان انا بشوف الووند دي تتعالج از ووند وده اللي بيجي العيان بسبب مشاكل اكسيدنت ومسبب له بين وهكذا. وطبعا درجه البين بتختلف حسب الووند اصلها ايه. كلنا عارفين الاسكيميك ووند مثلا الالم بتاعها اصعب بكتير من البيبس. الاسكيميك ووند اصعب بكتير من وهكذا اند سو اون. الدايبيتيك ووند بنسبه كبيره قوي لو هي جايه في الفوت بتوصل انها تعمل العيان اوستيومايلايتس وان هو ممكن يوصل للبتر. فاحنا كتير قوي بنشتغل مع العيان مش واحد بس. وفي الاخر خالص البيشنت كونسيرن بيركز على البين مانجمنت هو جاي لك ليه العياده؟ جاي عشان البين صح؟ ده رقم واحد. طيب الجول بتاعي في المانجمنت ان انا اوصلها انها تبقى ستيبل موند يعني ايه ستيبل؟ يعني يتكون جرانيليشن تيشو الاقي اللون البينك ده زي ما احنا شايفين
هي لو وصلت للمرحلة دي يبقى لازم هتخف، لازم توصل للشكل ده. طالما في انفكشن وفي مشاكل في التيشوز ومش عايزة توصل لده يبقى مش هتتحسن. مني لازم توصل للشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب الوند اسسمنت مني انا بشوف الكوز بتاعي، دي اسباب كتيره جدا، هل هي جان شوت انجري؟ اشتغلنا مع عينين جان شوت، هقول حضرتك نتائج التحليل دلوقتي. هي تروما، هل هي انفكشن، هل هو دايبيتيك، هل هي بريشر سورس؟ العين ده كان جيرياتريك وجاله بريشر سورس، فهي اسبابها كتير قوي، ضروري اعرف الكوز. الكوز ريلي كويزن بحاجات كتيره قوي، هو اللي بيحدد اتعالج العيان ازاي. طيب اللوكال وند كاركترستكس، الوند دي السايز بتاعها ايه، بنشوف الويدث، بنشوف اللينث، بنشوف الدبس بتاعها ايه، بنشوف اللوكيشن، بنشوف ايه الاورد، كل حاجه، كل حاجه تخص الوند لازم نتعامل معاها. الكلر كل ده بيفرق معاك جدا، مش الكونسيرن زي ما قلت لحضرتك هو البين، هندي هو بيجي لك عشان الالم والساينز اوف انفكشن وكمان السراوند سكين. طيب هو يعني الجمله دي بتقول لك ان البيشنت ايش بيشنت يو ويت از يونيك وند لايك البيشنتس ار انديفيدوال، كل وند وليها طريقه علاج، كل وند وليها طريقه تعامل خاصه بيها جدا، ضروري تعرف اصلها. يعني انا مش بعالج الجرح، انا مني في الاول بعالج اسباب الجرح، عشان كده بقول لك اهميه التيم مهم جدا. وفي وند ممكن تفضل سنتين عماله بتاخد انتبيوتكس وبتاخد تولز كتير جدا جدا عشان تعالج، ممكن يشوف الاخر يطلع حلها عندك كده. هنشوف ده دلوقتي بالتجربه. طيب الاسسمنت بتاعي الانبوت هو بريكويزت السلكشن بتاع البيرسون، ومش ده بس، انا شايفه الحقيقه ان هي بريكويزت لاختيار التريتمنت كمان. تمام؟ يعني مش قصه الدريسنج والكير او لون كير بس، لا كل التريتمنت، فمهم جدا اكون فاهم الاسسمنت. يعني مثلا انا بطلب البياتين دريسنج ده في الحالات اللي هي تكون فيها اكس يو دي وانا عايزه اتخلص منه، هو مخارج الحاله. مخارج حالة. طب حاله ثانيه ستيبل، ستيبل وند عادي، انا ممكن اشتغل بعد ما اعمل وند كير اشتغل بالاي كاتش عادي جدا، اللي هو ارخص حاجه ممكن تلاقيها، لكن في اوقات لازم هتحتاج البياتين. طيب احنا زمان خالص لما كنا بنبدا نعمل ميجرمنت، الطرق البدائيه العاديه جدا كنا بنستخدم التيب ميجرمنت وكنا بنستخدم الكلوب سيستم، فاكرين اظن هنا لو في طلبه ام تي اي فاكرين وحضروا معايا كورسات الوون، كنا بنقول بنجيب الكلوب سيستم ازاي، بنشوف الويدز، بنشوف ال الليتس ونبدا نجيب الكلوب سيستم، بنضرب طول في عرض لو هي ريجولر، لو هي ريجولر بجيب ترانسفيرنس شيت وابدا اعد السكويرز الطريقه العاديه. طب عايز اقيس الدبس الكوره كنت بجيب الايه؟ الكوتون ستيك او الاسترلايزد كوتون ستيك وابدا ايه؟ اقيس. لكن مش هو ده 2021. طب رحنا فين دلوقتي؟ رحنا الديجيتال وورد كاميرا، ودي الحقيقه نقول عليها ان هي حاجه من الحاجات الجميله جدا جدا وريلايبل. انا كبالك هنا ريلايبل عشان ضروري جدا وانت بتشتغل مع اي تول انها تكون فري فروم ايرور، وضروري جدا تتاكد ان هي بلد وكان بي ابلايد. انا ممكن اختار حاجه والحقيقه الابلكيشن بتاعها ما ينفعش يتعمل، فانا اي حاجه اختار عشان اشتغلها بالضروره تكون ريلايبل بي بلد. فهي ده بتعمل لي 3 دي اناليسيس. اللي قدامنا ده حاجه اسمها هيلينج تشارت. الهيلينج تشارت ده بيبين لي حاجات عديده جدا. احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا زي ما الدكتوره خلود اتفضلت وقالت، احنا كل شويه عاملين في جديد، فبالضروره لازم استفيد بيها. انت ممكن على فكره لو كتبت في الابس على الموبايل على ان انا عايز اشوف وند اسسمنت ابس هتلاقي كتير قوي قوي، بس مين فيهم اللي بالغ وريلايبل؟ تمام؟ يعني انا ايه بالغ وريلايبل؟ لازم اعمل عليه ابحاث وقريت فيه بحث كويس جدا واثبت ان هو ينفع اشتغل. فانت هتلاقي حاجات كتير، بس اتاكد من الفاليديتي والريلايبلتي بتاعته. هو هيبين لك في البلوتس دي اللي شكله ايه، الويدث بقى رايح فين، الدبس، الجرانيشن فورميشن، الريدكشن بتاع اللون شكله ايه، وهكذا.
وهو الريبورت بيطلع لنا حاجه كتير جدا. وطبعا اقدر اقول عليه الجنتي بقول عليه ان هو بيطلع كوانتيتيف داتا وده اسمه بروفيشنال دوكيومنتيشن. الحقيقه رائع اكتر من رائع. واظن الدكتور احمد ادري زميلنا كان عامل حاجه شبيهه لكده بس مش متذكره هي اسم البروجرام اللي كان شغال عليه دكتور احمد ادري في جامعه كفر الشيخ. طيب التريتمنت احنا زمان مش زمان قوي يعني كنا بنستخدم الهاي فولتج والميكان والالتراسونيك والايكوفريزز. وبمناسبه الالتراسونيك هو هنا يعني اقدر اقول شويه اجيب ناحيه الفول فريز يعني في بعض زميلاتنا اشتغلوا على الهاني ثيرابي وجايبين نتائج هايله جدا الحقيقه. بس ويتش تايم الحقيقه لسه مش ما قدرتش انهي نوع بالظبط من الهاني يعني. وفي تجربه بتتعمل حاليا على الالتراسونيك فول فريز الحقيقه جميله جدا جايبه نتائج حلوه قوي. بس انا ما اقدرش اقول الماتيريال شغال عليها زميلتنا عشان دي امانه علميه بس هي هتظهر قريب قوي وعامله نتائج اكتر من رائعه. وطبعا الالتراسونيك يعني هو حاجه بالنسبه لنا سهل قوي في استخدامها وسهل نتعامل معاها وهو جهاز اظن متوفر عندنا كلنا غير اجهزه ثانيه هقولها بعد شويه. طيب الالترا بايلوت والنيجاتيف بريشر برضه شهير جدا والليزر تريتمنت واقصد هنا الليزر اللي له تمام ده اللي كان معروف. هيظهر اللو الهاي بعد شويه لكن ده انا اقصد على اللو انتنستي. طيب بالنسبه للهايبر بولارايزد لايت طيب البولارايزد لايت هي يعني انا منحازاه شويه حاجه من الحاجات الجميله جدا سريعه جدا يعني انا بكون في السيشن حقيقي في نفس الجلسه بلاقي نتيجه. النتيجه مش هقول اللي حصل في لوجر طبعا في وان سيشن مفيش حاجه اسمها كده لكن على الاقل بشوف شكل الجرح قبل السيشن وبعد السيشن بشوف ان الباسكولاريتي اختلفت بشوف ان شكل الوند نفسها بقى فيها راحت شويه لحته الاستابيليتي اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هو الجود بتاعي. بيطلع لنا طبعا اكتر من ويف ليز لانه بولي كروماتيك عكس الليزر. احنا الليزر كنا بنقول عليه ايه؟ مونو كروماتيك لكن هنا هو بولي واختلاف الالوان مخليالنا في اختلاف في الويف ليز. وبالتالي زي ما كلكم عارفين ما دام الويف ليز اختلف يبقى البنتريشن كمان ايه؟ اختلف. ولا يهمني انا عايز اوصل لدي تيشو. انت بيجي لك ستيجز في العياده يعني ستيج 3 وستيج 4 وهكذا فبيجي لك حالات يعني داخله على بدري اكتر من حاله الحمد لله ربنا وفق ليها انها ما عملتش امبيوتيشن وده بفضل الله سبحانه وتعالى شيء اكتر من رائع يعني. وين كوهيرنت طبعا تكون مختلف عن الليزر في شويه حاجات كده وين لو انرجي وبالتالي ما فيش سايد افكت يعني انا ما فيش ولا حاله الحقيقه في كل الحالات اللي انا اشتغلت معاها بولارايز لايت او هايبر بولارايز لايت بقى اللي هو الاحسن باستخدام بقى عدسه فلورين او الحاجات الاحدث يعني حسب العدسات اللي بتشتغل بيها حصل معاها اي سايد افكت. دي صوره بتوضح بس البنتريشن الويب لينس للاذر فوت ثيرابي. طيب الحاله دي هذه السيده كانت بقى لها سنتين الحقيقه بتاخد انتي بايوتكس عشان الفينس ارسل اللي قدامنا دي وما كانش فيها اي تقدم وهي عرفت الرول بتاعنا بالصدفه الحقيقه يعني ما بقاش تعرف ان في حاجه اسمها علاج طبيعي لحالات الوند. قدرا كده حد قال لها روحي الدكتوره فلانه بتعالج الوند فجت لنا وهي ما صدقتش نفسها انها بعد شهر واحد بقت بالشكل اللي احنا بنشوفه ده وهي ماشيه ما شاء الله يعني فعلا مش مصدقه انها تعالج. فهو ليه كده الحقيقه طريقه التعامل بتجيب نتائج هايله قوي بس مش لوحده ضروري طبعا تفهم الوند كير بتعمل ازاي ومش عيب ابدا انك تغير على الجرح ومش عيب ابدا انك تعلم المريض واهله ان هم يغيروا على الجرح ازاي عشان الوند كير مهم قوي. طيب دي تجربه كانت اتعملت في بيجرد الحقيقه على الفريشر الارشن المواطنين 25 عيان وما شاء الله هما يعني مش بس بيعملوا الاسسمنت بتاعهم قبل وبعد بالديجيتال كاميراز لا ده هم كمان بيشوفوا الهيستولوجي والباثولوجي ويبداوا ياخدوا بايبس ويشوفوا الفروق في الخلايا شكلها او وضعها بقى ايه وال 25 عيان اتحسنوا بالتشارت كده اللي هم اللي كان معمول الحقيقه في منتهى الروعه دي مع الفريش ارسنال تفرق مع الجريات كتير قوي يعني. طيب في بعض الحالات بعد ما بنعالج الوند او هي حتى لو حصل سيلف هيلينج بيحصل سكار فورميشن فاحنا كان معانا تجربه كده اتعملت على حالات الجان شوت
الوي اللي حصل مشاكل كده في او ليميتيشن في رينج الكوشالين نفصل التي ان جي فاستخدمنا الهاي باور ليزر. طبعا انت بتعرف احنا في شغلنا احنا بنتعلم باللو باور مش كده كلنا بنتعامل بيه، لكن التجربه دي اتعملت على الهاي باور واستخدمنا الويفلنس فنتريشن كان العالي بتاعه كان 1064 وكان الحقيقه جايب نتائج هايله جدا. هو معذره مفيش صوره لحالات الكانشر معايا عشان احنا عملنا التجربه دي في يعني مع ضباط الشرطه في مستشفى الشرطه فما كانش فيه مسموح تصوير ابدا، لكن هو كان هايل جدا وقلل الفايبروزيس وعمل زود الرينج اوف موشن وعمل طبعا مع الاكسرسايز بتاعتنا ومع الموبلايزيشن و لكن هو فرق وجود الهاي باور ليزر فرق. طيب احنا عايزين نذاكر وند ثيرابي، هنبدا نعمل ايه عشان ادخل مجال الوند؟ ايه الحاجه الاساسيه اللي انا ابدا اعملها عشان ادخل اذاكر وند ثيرابي؟ اللي من حضراتكم حابب يتخصص في هذا المجال وهو مجال اكثر من رائع، نتقابل ورياح تمام. احنا مني احنا كنا بنقول في الاول ان احنا هنذاكر سكيل اناتومي وهيستولوجي وباثولوجي وفانكشن وهكذا. طيب مني هنبدا بالكتاب بتاع الانتجيومتري فيزيكال ثيرابي، هو انا عندي مني نسخه بي دي اف محتاجها يعني طبعا ما فيش اي مشكله خالص، بس هو ده البيز يعني. انا مثلا زي الاورثوبيدكس احنا بنقول للناس ذاكروا جوينت ستراكشر اند فانكشن، ذاكروا ديفيد ماجين مش كده؟ مش بنقول لهم كده؟ طيب لازم نذاكر انتجيومتري فيزيكال ثيرابي عشان ندخل مجال الوند تمام؟ بعد كده في جورنال اوف وند كير والله هي هايله بس مشكلتها الوحيده انها ابستراكت فقط مش هتدخل على الفول ارت، فانت هتدخل بس هتجيب يعني ابستراكت تقول لك تجد البحث ايه بس مهمه قوي يعني. الجورنال اوف وند كير من الحاجات الجميله وكل يوم فيها جديد. طيب ممكن ندخل على ايه بقى؟ ما احنا ندخل على جوجل او يابو، ندخل على الوندز انترناشونال وزي بالظبط الوندز يو كي ايه المتميز فيهم يعني؟ هو ممكن يديك فري جولز، ممكن يديك فري ارتكلز كتيره جدا، ممكن يقول لك ايفنتس خاصه بالوند وهتلاحظ بقى في الايفنتس دي كتير قوي هتلاقي انت والراجل بتاع ده بتفوت والجراحين والنيرسز وهكذا، كل دي هتلاقيه في الايفنتس دي تمام؟ كمان الوندز ريسيرش حلوه قوي بس دي فيها بقى فول ارت مش ابستراكت فقط يعني. وشكرا جزيلا لحضراتكم.